مرحبا بكم في شيء ما يتخبى. اليوم حبينا نقرب أكثر الموضوع الأكثر جدل في تونس، هو إمكانية إطلاق سراح نبيل القروي من عدمه. إذا ما تمش إطلاق سراح المرشح للرئاسية نبيل القروي، القانون شنو يقول؟ وهل يمكن أنه نعيش فراغ يعني دستوري أو تشريعي أم لا؟ شنو ما الحلول؟ شنو الفرضيات المطروحة؟ وهل أنه هذا يعتبر مس من مبدأ التكافؤ في الفرص أم لا؟ خرجنا للشارع التونسي، قربنا يعني للمحامين للمواطنين على حد سواء، وحاولنا نعرفوا رأيهم وردة فعلهم في صورة ما إذا ما تمش إطلاق سراح نبيل القروي. فرضا في صورة أنه المترشح للرئاسية نبيل القروي ما خرجش، ما يتمش إطلاق سراح نهار 2 أكتوبر، شنو نجم يصير في نظرك؟ شنو السيناريو؟ قلت ربي يخرج ومعها ربي يخرج ومعها ربي يخرج مع الزوالي، وهو راه هو مع الزوالي نبيل القروي مع الزوالي ديما مع الزوالي يخرج. قلت ربي يخرج ومعها ربي، هذاك نقول انا معها ربي. من عنده مقرونه انت؟ ناخذ عليه ما ناخذوش، ناخذ كل شيء من عنده. مقرونه انت من عنده؟ اي خذيت من عنده. اي هو ناخذ فل ولا سباقيت؟ لا فل وسباقيت. ويخرج ويخرج، قلت ربي يخرج معاه الشعب، معاه الشعب، معاه الشعب، معاه خطر مع الزوالي. انا ما خذيتش من عنده راه، اما معاه خطر نشوف فيه بعيني شنيل معناها، ورا برشا حاجات، ورا برشا زواوله، وحتى برشا زواوله، وحتى تقولوا لي نتاع المقرونه ما عطا ما خذيتش مقرونه، ما خذيتش انا، ما خذيتش بالنسبه لي انا، زوالي وما خذيتش. امرت مع شنو عمل مع الزوال، ريت نتفرج فيه. الوحيد اللي نتوقعوا رئيس جمهوريه هو قيس سعيد، اكثر من هكا ما فما حتى حد في تونس يستحق باش يشد الرئاسه ابار قيس سعيد، حتى حد. هذيك كلامي يعني، اكثر من هكا ما فماش. اش خاطر ما ماكش ماكل مقرونه؟ مقرونة بطبيعتي من ناكل اسم مقرونة. لا بالرسمي، أبار قيس سعيد الإنسان الوحيد اللي تراه كفء باش يشد معناها رئيس دولة، أبار سا البقية الكل ما عندهم حتى شيء، مع احترامي للناس الكل معناها، فهمتني؟ الوحيد اللي يستحق الرئاسة هو قيس سعيد، أبار قيس سعيد ما فماش حد يستحق يكون رئيس دولة. توا أنا لاني مع هو ولاني ضده، وماني مع حدا حد، ماني مع حتى بارتي. اما الحكايه هي راهي خدمته، اللي حبوا يكعبروه له سامحني في الكلمه بالدارجه، خدمته فهمتني. ناكد لك اللي حتى كان ربح باش يربح ليه سي قيس سعيد ما كيفش تلقى ديفيرنس كبيره فهمتني، حبوا يظلموه. ابار ما يهمنيش فيش عامله، انت قضيه قديمه توا حيرتها، احنا عندنا شكايات من 2011 و2012 توا راقدين، شكايات سامبل مش متاع إرهاب ولا متاع تبييض أموال، شكايات سامبل في محاكم تونس صغيرة من 2011 و2012 توا يجبدوا في النو، حاجة قديمة توا تخرجها وقت اللي هو رشح روحه الانتخابات ما لعبها له الآخر وكاو أتي صح. فما شكون من المختصين في القانون الدستوري قالوا أنه المسألة هذية عمرها ما طرحت مطلقا في العالم، لأنه معناه عندك أنت مقتضيات الحصانة يتم تفعيلها انطلاقا من أداء اليمين، معناه وقت اللي يؤدي اليمين وقتها يولي الرئيس يتمتع بالحصانه نتاعو، وقت نجمو نحكيو احنا على معناه اداء على رئيس يتمتع بالحصانه. لكن احنا لهنا باش نحلو في اونغروناج، في اشكاليه صغيره متعلقه بانه هل انه السيد اذا كان ربح الموقوف هذايا هل انه باش يكون معناه يتمتع آليا بحصانه الرئيس، والا معناه باش يبقى معناه كيفاش نقول لك انا، مش يبقى معناه موقوف وفما يصير ارتقاء آلي. الحق أنا المسألة معناها مش مختص في القانون الدستوري، ما نكذبش عليك معناه وقانون الانتخابات، لكن المسألة حاليا طارحة إشكاليات كبيرة، ونتمنى إن شاء الله معناها فهمتني نلقاو حلول معناها حتى ليزي شوفوا تدخلات، ما عنديش فكرة الحق. فما ملف متعهد به القضاء، والقرار اللي تم اتخاذه معناتها بإصدار بطاقة إيداع ضد المترشح الثاني واللي فاز في الانتخابات هو قرار قضائي في نهاية المطاف، وبالتالي الملف الوحيد اللي عنده سلطة على الملف هي دائرة الاتهام، معناتها
هي الجهة الوحيدة المخول لها باش تطلق سراحه من عدمه، وفي صورة عدم إطلاق سراحه ممكن واقعيا مش قانونيا يولي فما إشكال آخر، إشكاله أنه المترشح ما نالش حظوظه للقيام بحملته الانتخابية، وهذا ربما إشكال مش على الصعيد الجزائي وإنما على الصعيد الانتخابي اللي نظموا قانون الانتخابات. المترشح هذا ما قامش بحملته الانتخابية، وبالتالي يبدو لي أنه الصورة معقدة، وربما الحل ما يكون كان بيد دائرة الاتهام اللي ربما يسمح لها القانون باش تطلق سراحه يكمل حملته الانتخابية، وإذا ارتقى لها بعد باش تصدر بطاقة ايداع جديدة ضده القانون ما يمنعهاش. ممكن هذا رأيي معناتها في المسألة. هي الجهة الوحيدة اللي عندها الحق باش ترفع بطاقة الإيداع وتوقف مفعولها، باستثناء هي ما فما حتى جهة أخرى يخول لها القانون معناتها إيقاف مفعول بطاقة الإيداع. مورد هو فهمت معناها في قضايا معناها متاع فساد واحد تبييض أموال واحد فهمت معناها القضاء هو قضاء مستقل، معناها القضاء هو اللي باش يتصرف فهمتني، القضاء مستقل القضاء معناها هو اللي باش معناها يقرر شنو باش يصير بالضبط فهمت، هذا معناها اللي نعرف. متراش انه هذا مس من مبدا تكافؤ الفرص؟ والله مش سامحني، هو توك قال لك اللي يعمل بيده ربي يزيده فهمت كيفاش، هو معناها عمل معناها يتحمل مسؤوليته فهمت كيف، هذا قانون معناها، هذا قانون نتاع اللي صاير في معناها في الدول العالم الكل معناها المتقدمه فهمت، القضاء مستقل، قضاء كي معناها هو عنده معناها فساد وكذا يتحمل مسؤوليته فهمت، مش معناها خاطر هو فهمتي معناها يعمل في البروباغندا وكذا فهمت معناها يقول لك هو، انا نتصور هكا وكل واحد معناها كيفاش يتصوروا معناها كل مواطن تونسي كيفاش يتصور، انا كان معناها انسان حقوقي ونفهم في الامور هذه معناها هذه هي معناها الامور نتاعو. ظاهر ما قلتش المقرونه انت. والله انا المقرونه مانيش من جماعه المقرونه ما نكذبش عليك بكل صدق معناها، ما مش خاطر راهو التونسي راهو فهمتي، حتى لو فرضنا عنده ضمير حتى ياكل المقرونه وما يحطش المقرونه يحط معناها حاجه اخرى فهمت، اللي ترضي اموره ومعناها مع الثوره ومع الديمقراطيه مع الامور الكل. انا كونتر ترشحه لانه سي نبيل القروي استعمل اساليب ملتويه معناها باش يدخل في مسار انتخابي بطريقه معناها مخالفه للقوانين، لانه اصلا القانون يمنع اي مترشح انه باش يستعمل الاعانات، وما باش يستعمل اعانات ماليه ولا عينيه ولا معناها مهما كان نوعها باش ياثر على الناخب وياخذ صوت الناخب، لانه اصلا هذا امر ممنوع بالقانون فهمتني. ليزي اصلا كانت من واجبها انها تمنع اصلا من الترشح، اصلا المترشح ما عندوش الحق يترشح لانه فما اخطاء في الحمله الانتخابيه نتاعو باستعمال الاعانات هذيك اللي بقات 3 سنين ولا 4 سنين واستعمل فيها مع الناخبين، اصلا هو كان يفترض انه لا يقبل مطلبه للترشح اصلا. ما ناكلش المقرونه استاذ. ما ناكلش المقرونه. نورمالمون سايبو توا على الاقل يحضر الحمله نتاعو، ومن بعد كان عندك حاجه طالبوا بها احتمال ما ينجحش في الانتخابات واحتمال ينجح، اما تقعد ديما القضاء معناتها يطالب بها من بعد، اما سيبوا على الاقل، هذا رايي انا مبدئيا ما نعرفش انا، القضاء شنيا يلزم يقول، هو الحل والربط بيد القضاء، احنا عطينا راينا وقلنا سيبوه، ومن دون تقعد القضيه جاريه، خليه يخدم على روحه ويحضر حملته الانتخابيه، وكان سهل له ربي ولا رئيس مرحبا به، وطالبوا ديما تقعد تطالبوا. ما نعرفش هذه الكل الحل والربط بيد القضاء بصراحه. ما يعتبرش مس من مبدا تكف. سيبوا وقد طالبوا. مش معقول. مثلا واحد في محبوط في الحبس والاخر كيفاش يقولوها البرة، ماذا بينا فهمتي فريمون يسيبوه القاضي يسيبوا ولا ديال الاتهام ولا التحقيق ولا يسيبوه باش يدافع على روحه، مي سي با بوسيبل. كيفاش يجي هو الثاني وما يدافعش على روحه؟ مش معقول، لازم يدافع على روحه بكلكل لي كونديسيون، كلكل يدافع ينجح ما ينجحش تسمع فيه، اما كمان حطوه في البلاتو يحكي معكم. هذا ضرب لمبدا تكافؤ الفرص بالنسبه لك انت؟ مش نورمال. هذا بيحطوه. ابري تو فهمتي تقول فهمتي ما عندوش حكم بيت ابري تو. كيبدا حكم بيتك الوقت هذاك عنده موقف، علاش موقف؟
اعطيني سيبوه في انت في المواحد ثلاثة أربعة أيام خلي دافع على روحه ويعطي المعطيات. يبدأ الأخرين يعطي المعطيات وما عنده حتى معطاء، وكرئيس حزبي عنده من حقه يعطي المعطيات، مش ال 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 الأعضاء نتاعو هو شخصيا. وكان ربح صحلي وكان ربح لاخر صحلي، ما نقولوا لهذا لهذا. احنا حاجتنا بالدولة نتاعنا الحكم تونس تطبق القانون وتطبق القضاء وتطبق هذاك طالبين تونس في خير، ونحبوا تونس، واللي ما يحبش تونس ما يحبش العالم.